تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في المحطة الأخيرة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، محور حديثنا حول تحويل المشاريع البحثية إلى واقع ملموس من خلال مجموعة من البرامج، أساسيات، أدوات، تفاصيل مختلفة حول هذا الموضوع. ينضم معنا في الاستوديو مشاهدينا الأستاذ محمد بن سيف السعيدي، أستاذ مساعد بقسم الهندسة بكلية العلوم التطبيقية بصحار. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ فيك، حياك الله في برنامج. الله يبارك فيك. يعني بداية، ما أهمية أن تكون المشاريع البحثية المقدمة من قبل الطلبة يعني قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟ شوفي، هو خلينا يعني نتكلم بالواقع، سواء المشاريع البحثية كانت مقدمة من الطلبة أو مقدمة حتى من الأكاديميين، لابد أنها تحاكي الواقع. يعني مثلا حين لو سألتش سؤال، قلت لش أنت إيش يمثل لش البحث العلمي، أو إيش مفهومش عن البحث العلمي، إيش بترد علي؟ نعم، هي. بحث علمي مجموعة من الأوراق، هذا إذا كان متلقي عادي، لكن لو كان يجيب عن سؤال موجود، عن ظاهرة ممكن نقول، عن التحدي، المخيلة المعتادة. أيوة، المخيلة المعتادة، واحد with heavy glasses، عنده نظرات ثقيلة، جالس في مكان قافل على نفسه في غرفة، يشوف مجموعة من الكتب ويحرك كمبيوترات ويسوي تجارب ويحرق شيء. هذا المتعاهد عليه، يعني الاستيروتايب خلنا نقول. لكن البحث العلمي اللي احنا نحاول الآن نسويه، انه لابد انه يستنبع من الواقع اللي احنا نعيشه. البحث العلمي يسهم في كل شيء، كل شيء تتخيلي يدخل فيه البحث العلمي. أنت ما ممكن تطور أي حاجة بدون ما تبحث فيها. الشيء الثاني، لازم كل شيء يتأقلم معك، يعني اللي يتأقلم معاش أنت مثلا في عمان ما راح يتأقلم مع وحدة مثلش مثلا في ألمانيا، ما راح يتأقلم مع شخص ثالث في أمريكا. كل بلد له احتياجاته، كل بلد له تحدياته، كل بلد له يعني خلنا نقول نمط معين في التطوير والتنمية. فنحن إذا ردنا إن فعلا ننمي، فالأولى إن نحن نبني اللي نريد ننميه. صحيح. بما يتناسب معانا. في مثل عربي مشهور يقول لك ما حك جلدك مثل ظفرك. فإذا هذا الظفر من وين المفروض يطلع؟ من يدي أنا. طيب كيف ممكن أسوي إذا ما بنيت قدراتي؟ نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية، عشان تقرب الصورة للمستخدمين العاديين خلنا نقول، لابد أنه يطابق احتياجاتك. يعني مثلا أنت سبق وإحنا كنا في حديثنا قلتي لي أنا من صحار، أكيد وأنت راجع البلد شفتي المزارع مثلا اللي عندنا على مد النظر اللي هي متأثرة مثلا من الملوحة. أيوة، شيء محزن. صح. أنا مثلا من هواة الزراعة، بالنسبة لي هذا مفجعة هذه المسألة. قصدك بأنه هذه الظواهر تحتاج إلى بحوث علمية، بحوث علمية تحلها. طيب أنت لما تجي مش تناقشها فقط. أيوة، لما تجي مثلا وتشوف أنه فعلا قدرنا أنه والله ننتج ماء، نصفي ماء الملاح، فأصبحت الملوحة ما إشكالية. أيوة. والمزارع ردت تحيا مرة ثانية. أنت كمواطن، أنت سايقة من مسقط إلى صحار، إيش شعورك؟ تكون مبسوطة. صح ولا لا؟ طيب بتحسي هل فعلا البحث العلمي مفيد ولا لا؟ مفيد طبعا، برؤى العين. هذه نقطة. هذه واحدة. الشيء الثاني، كثير من الناس يشوف انه البحث العلمي مستهلك للمادة او مستهلك للنقود. فعليا هو منتج. يعني احنا لو جبنا لحلول ذكية عندنا في عمان، وهذا اللي هو نحاول عن طريقه انه نستقطب القطاع الصناعي انه يستثمر فيها، لانه الاستثمار في القطاع البحث العلمي ما زال ضئيل مقارنة يعني في عمان، او نسبة الاستثمار فيه للأسف، لكن نأمل انه يبقى، لانه الوعي ما زال الحمد لله بدا يزيد، وهذه الخطوات ايضا انكم تستضيفونه في الإعلام، يعني هذا دليل الوعي. الحين انا عندي مشكلة كشركة على سبيل المثال، هذه المشكلة تكلفني أنا آلاف شهرياً. أنا أيوة. صنع أنا أيدي الوذة. البحث العلمي ممكن يسوي لك هذه الخسارة إلى ربح. وفي مشاريع بدأت، يعني مثلاً في مشاريع إعادة تدوير المياه، إنتاج الغاز الطبيعي، مشاريع تدوير المياه الرمادية، تدوير المياه الصناعية، الآن افتتحت المرحلة الثانية في صحار. كلها هذه ذات عائد اقتصادي. فأنت صحيح. بدل ما تخسر مثلاً 5000 عشر سنة أرسلها للديسبوزل، أنا ممكن أطلع ربحية 20000. جميل. وأنا ما حافظت على الانفايرمنت. أستاذ محمد، يعني التطبيق يحتاج إلى وجود قنوات تواصل، قنوات طبعاً. فاعلية، شراكات ما بين مختلف القطاعات، وخاصة المؤسسات الصناعية اللي هي في لب الموضوع. هذه لابد منها. هذه يعني خلينا نقول مثل الأكسجين للبحث العلمي، إذا قطعته خلاص انتهى البحث. هذه القنوات لازم تكون موجودة. لكن الإشكالية اللي تطرأ إنه لغة التفاهم
بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي ربما شوية نوعا ما تحتاج إلى تطوير، بحيث أنه أنا مثلا أنت من القطاع الصناعي أنا من القطاع الأكاديمي لابد أن نتكلم نفس اللغة. نعم. إذا طبعا أنت عندك perspectives، أنت اللغة اللي يمكن اللي تشوفيها مثلا كقطاع صناعي، أنا عندي فعل صحيح. ردة فعل معادلة مبلغ من المال أنا أسأل هذا فقط اللي أنا أعرفه. الأكاديمي لا، يقول لك أوكي العائد المالي ما مهم، ما هو الدرايف، العائد العلمي هو الدرايف. صحيح. طيب العائد العلمي يمكن ما يجيب لي عائد مادي وقتي، فبالتالي مال الصناعة هيزعل ما بيعجبه. لازم فيه يكون قاسم مشترك، لازم نوصل لنقطة الوسط. طيب أنا إذا استمديت الفكرة البحثية مثلا من مشكلة أنت تعاني فيها، قلت لك أنا بحلها لك. أيوة. راح أسوي expansion حل قدراتي البحثية وبحل لك المشكلة وصارت عندك أنت فلوس، طبيعي بتكون excited صح ولا لا؟ صح. بتقول أنه أوكي جيد الآن بدينا نتكلم نفس اللغة. الآن هذا هو اللي لازم إحنا نعرفه. طبعا البحث العلمي مشكورا سوى منصة إيجاد، هذه المنصة صارت مثل أنها تجيب احتياج القطاع الصناعي مع الأكاديميين وقدرات الأكاديميين، لكن أنا أشوف هذا أوكي إحنا جبناهم لكن في النهاية هم لازم يتكلموا مع بعض. نعم. فلازم أيضا نتعلم كأكاديميين لغة الصناعة والصناعيين أيضا يتعلموا لغة الأكاديميين. ذكرت في حديثك في بداية حديثك أستاذ محمد إنه البحث العلمي لكل دولة يعني مواضيع ومحاور خاصة بها. صح. حسب الاحتياجات المحلية. نعم. اليوم في السلطنة كيف من الممكن أن نوائم بين المشاريع البحثية والاحتياجات المحلية، وهل تجد هناك موائمة فعلية؟ هو في نوعية الموائمة موجودة، لكن خلينا نقول شيء معين. في أنا الحين لما أريد أقسمها على مراحل، في شيء فائدة آنية الآن تجي الآن أنا أحصل هالفائدة، هذه مجدية. وفي أيضا على المدى الطويل الاستثمارين جيدات، لكن هذه التطوير التكنولوجيا ترى ما يجي في يوم وليلة. يعني تطوير التكنولوجيا تتكلم عن خاصة إن نحن يعني بلد مستهلك للتقنية، ما زلنا أو ما زال مستخدم للتكنولوجيا، نستوردها ونستخدمها. الآن أنا ممكن أشتغل على شقين، أطور تكنولوجيتي الخاصة واللي أنا ممكن حتى أسوقها في المستقبل، وهذا راح تأخذ لي على الأقل 10 أو 15 سنة. نعم. For development. وفي نفس الوقت أسوي مثل ما تقولي تعديل للتكنولوجيا اللي أنا أستخدمها بحيث أني أرفع قيمتها المضافة. بمعنى أنا الحين مثلا استوردت تكنولوجيا معينة لإعادة تدوير مثلا مياه صرف الصحي، وأنت كريمة يعني انزل. الآن هذه ستاندرد خلاص أنا عدلتها على عمان مثلا، ظهرت عندي فيها باي برودكت وظهرت عندي فيها ويستج وظهرت عندي أشكال معينة في عمان أنا تشكل لي إشكالية هذه. طيب إيش الحل؟ خلاص أنا أخذت التكنولوجيا وخلاص أنا الحين أحاول أني أعدل فيها بحيث أن أنا أحول هذا اللي أنا مثلا جبته من ألمانيا أو غيره. نعم. إلى عائد مضاف بالنسبة لي. صح. فأصبحت مستخدم معدل للتكنولوجيا، أنت على المدى البسيط يعني على مدى سنتين ثلاثة أنت تشوف العائد الاقتصادي منه. جميل. تشجع الصناعة وتشجع المستخدم العادي. صحيح. عشان تكونك مختص بي أو أكاديمي في الهندسة أستاذ محمد، نتحدث عن مشاريع الهندسة الذكية. الهندسة الذكية وحجم العائد الاقتصادي اللي يمكن أن تخلقه هذه المشاريع. والله هذه يعني شوفي أنا تقديراتي الخاصة، طبعا ما في statistics ما في دراسة محددة بدأت إلى الآن، لكن بناء اللي تعلمناه من التجارب اللي شفتها مثلا في هولندا وفي ألمانيا، تقديري أنا الشخصي أنه خلال 5 سنوات في عمان إذا فعلا أخذنا هذا الموضوع بجدية راح نوصل سقف $1 مليار. كيف خلال سنة 5 سنوات؟ إيش هي الهندسة الذكية؟ الهندسة الذكية كثير من الناس يربطها بين التطبيقات الذكية والهندسة. أيوة. الذكية. الهندسة الذكية اللي هي الحلول الهندسية خلينا نقول المبتكرة بحيث إنها تحل مشكلة معينة الحين أنا عاني منها، فسويت لي أنت حل ذكي خلصني من المشكلة وسوالي عائد. هنا الذكاء يكون، وفي نفس الوقت الحل نفسه ما مكلف، ما يستهلك من عندي خلنا نقول كابيتال انفستمنت عالي. للهندسة الذكية هذه نقطة. وفي نقطة ثانية أهم أو نقطة خلنا نقول تعادلها في الأهمية، الاستفادة من الموروث. يعني أنت مثلا لما تتكلمي عن الموروث العماني، لما أي أتكلم عن التراث العماني إيش يخطر في بالك؟ تراث زاخر جدا، يعني إحنا نتكلم عن أمجاد، عن تاريخ، عن حضارات، عن تاريخ، عن قلاع، لابد من استثماره. عن هذه طيب السياحة بدأت قبل قليل كما زين. سمعت لكن أيضا التعليم ممكن يكون أيضا مستثمر للتراث. قولي كيف كيف الآن
نحن ما عندنا تراث علمي في عمان. عندنا صحيح ما علمي بس في المجلدات مثلا اللي هي انا طبعا يعني احترمها بشده، مثلا بيان الشرع وغيره وغيره وغيره، لكن عندنا ايضا موروث علمي فني. نحن ما بنينا سفن، نعم، ما كنا نحتوي نمتلك مثلا اسرع سفن في العالم في فتره من الفترات في ذاك الوقت، وهي اللي اعطتنا الادفانت التجاري. لاحظي انه احنا كنا تجار شطار وصار عندنا نشاط تجاري جيد، لان ايش؟ كنا تقنيا جيدين، كان عندنا صنعنا سفن سريعه، فبالتالي قدرنا نوصل للمكان اللي نريد نسوي التجاره ونرجع وما اعرف ايش، فحولنا عمان الى هب التريد، صح ولا لا؟ نعم. وصار في تبادل تجاري. طيب التقنيه جات، طيب انا ليش عندي سفينه سريعه؟ معناته انا لما صممت الشراع مثلا بذاك الوقت كانت القوه الدافعه الرياح، صممت الشراع بحيث انه يستطيع انه يحصد اكبر قدر ممكن من طاقه الرياح، فبالتالي اعطاني دفع، بالاضافه طبعا للداينامكس مال البادي، يعني الجوده تعود للصناعه، ففيها حرفه، فاصبح فيها 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 علم. طيب انا الحين كباحث حديث، يعني وانا هذا اعطيته طلابي مشروع قريب قبل فتره، ليش ما استخدم هذا العلم الموروث في مخطوطاتي واحوله لشيء مفيد؟ بمعنى الحين نحن العمانيين صممنا اشرعه تحصد طاقه الرياح، طيب هذه الاشرعه ليش ما استفيد انا من تصميمها واعتبرها في اللي هي الويند توربين اللي هو الطواحين الهوائيه لانتاج الكهرباء، ليش ما اغير البروفايل وتكون عندي اسرع طواحين على مستوى العالم؟ مستمده من وين؟ من تراث العلم اللي انا خلفته، صح ولا لا؟ صحيح. على ضوء هالقلاع في مثلا اعطيك مثال ثاني، مثال جميل جدا، تسمعي بالايكو هاوسينج اللي هي البيوت الصديقه للبيئه؟ نعم. تعرفي انه احنا في عمان كان عندنا نوعا ما خلنا نقول بيوت صديقه للبيئه من سنوات، يعني مثلا شوفي مثلا لما تروحي المناطق الجبليه، هل تلاحظي انه المناطق الجبليه البيوت القديمه مبنيه بنفس الطريقه عن البيوت اللي في الساحل مثلا قريبه من البحر؟ نعم. نفس الشيء؟ لا طبعا مختلفه. نفس الشيء. طيب البيوت اللي في النص اللي خلينا بين المنطقتين كيف مبنيه؟ وسط، مختلف عنهم باثنينهم. معي؟ طيب ليش بنوها هم بهذه، ليش بنوها بهذه الطريقه؟ ليش ليش يعني ما خلوها نفس في البناء؟ ليش تحليلية. ما كان ايوه اكيد لانه كان في استفاده. طبعا انا شفت كتاب كان يدرس هذا الموضوع واستغربت حقيقه، انت تعرف انه لدرجه في هذاك الكتاب كانوا محللين انه حتى العريش لما يبنى هو ابسط بناء حد ممكن يبني، يبنى بطريقه معينه بحيث انه يسوي لك فنتيليشن، يحافظ على الشمس، يحافظ على الرياح، يحتفظ على نسبة رطوبة معينة. يمكن احنا شياب او كبار السن ما كانوا يحسبوها بالدقة مثل اللي احنا نحسبها، لكن جاءت من الخبرة. طيب هذا موروث علمي الان انا موجود، ليش ما اطبقه في البيوت صديقة البيئة العمانية؟ ليش؟ لان البيوت صديقة البيئة او الايكو هاوسز اللي انا ابنيه في عمان يختلف عن البيت اللي انا ابنيه مثلا في الامارات، او يختلف عن البيت اللي انا ابنيه مثلا في اوروبا، او البيت اللي ابنيه في امريكا، او حتى في اسيا. نعم. معي؟ كلها مختلفة. في عمان نفسها البيت صديق البيئة اللي أبني أنا في الباطنة مختلف عن البيت صديق البيئة اللي صحيح. ممكن أبني في محافظة ظفار أو في مسندم. ظروف تعتمد مناخية إلى آخر أشياء كثيرة، استهلاك الطاقة، الحفاظ على الطاقة، هذا الموروث ما زال موجود. جميل. طيب إيش ما نستخدمه؟ فمثل ما قلت لك يعني لما تقولي الهندسة الذكية، الهندسة الذكية في أكثر من شيء، أيوة. يعني ممكن تحلك مشكلة، ممكن تستفيد من 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 شيء واقع، ممكن إنها تضيف لك شيء، يعني تخليك تستخدم حاجة موجودة تكنولوجيا بس تستخدمها أنت بطريقة أفضل، فالقيمة المضافة صارت عندك أعلى. صحيح. بكثير. أستاذ محمد لك تجربة بحثية في هذه المواضيع ممكن تستعرضها لنا؟ والله يعني التجارب البحثية أنا ما زلت جديد، يعني أنا مخلص الدكتوراه مالي في 2014. نعم. اي فما زلت مثل ما يقول احبو مقارنه في الـ في الـ في الاخوان اللي موجودين معنا، ما شاء الله عندنا كفاءات عمانيه جيده. في تجارب وسويناها مع الطلبه، وعلى فكره انا اريد الفت الانتباه لنقطه مهمه هنا بما ان تكلمنا عن تجارب لقمناها. من تجربتي او اتوقع كثير من الاخوان في القطاع الاكاديمي يتوافق معي في هذا الراي، عندنا كادر عماني جيد، يعني طلبه ما شاء الله لما تعطاهم الفرصه، وانت كنت على مقاعد الدراسه، يبدعوا لدرجة أنك أنت يعني تكون كذا جالس في شو اسمه كل اللي تقدر تقوله أنه أفكار بحثية، هيوة يعني ما شاء الله، يعني يجيبوا جميل. أفكار جميلة جدا. أنت أحيانا عطهم الفكرة وخلهم يشتغلوا فيها، تشوف الحل اللي يطلع لك
ما شاء الله يعني انت ما بتكون توقعت. لكن استاذ محمد تتفق معي بانه مش كل فكره قابله للتطبيق. ما كل فكره قابله للتطبيق، فانت لازم تدرسها. يعني مثلا الافكار اللي سالتينا عنها انه طبقناها، مثلا اعاده تدوير المياه الرماديه، مياه الوضوء، فكره جميله جدا ان احنا ننتج وحدات خاصه توزع مثلا في المساجد، راح توفر لي كميه هائله من المياه. تعرف انها بتوفر لي ما يقارب من اكثر من 50% من المياه المستهلكة في جميع المساجد في عمان. أيوة. كمية مهولة. تتعرف كم كيلو متر من المساحات الخضراء أنا ممكن أسوي؟ نعم، أنا أعود لسؤال آخر جدا مهم. يعني اليوم في السلطنة تجد مدى الاستفادة من البحوث العلمية من قبل القطاعات المختلفة. في عندنا استفادة عظمى؟ والله في عندنا حقيقية استفادة ومفعلة. والله هو هذا سؤال يعني حساس نوعا ما. فيه، لكنها في يعني استفادة قطاعية خلنا نقول. يعني مثلا تجارب القطاع النفطي، تجارب فيديو، التجارب اللي مرت عليه. نعم. حقيقة ترفع الرأس. أنت تعرف أنه في بعض التقنيات تجرب لأول مرة عندنا في عمان. نحن بعد 10 سنوات أو 20 سنة في مجال تنقيب عن البترول أو استخلاصه أو استخراجه أو تكثيفه أو, 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 أو تكسيره حتى، بنكون بيت خبرة. هذا فائدة، هذا عائد مباشر. لكن إيش اللي فيول هذه، يعني إيش اللي أعطى الطاقة لمثل هذه الأبحاث في القطاع النفطي أنها تنجح؟ العائد الاقتصادي اللي موجود. صحيح. سواء على المدى البعيد والقريب. جميل. إنزين، نحن نريد نستفيد من باقي القطاعات. أنا أشوف أنه يحتاج أن نتعلم من هذه التجربة، وهي تجربة عمانية يعني. صحيح. أنا أرجع لنفس السؤال ولكن بصيغة أخرى. طبعا. إيش التحديات اللي تواجهنا في مجال تطبيق هذه البحوث، تحويلها على أرض الواقع؟ تقول الدعم المالي ممكن؟ والله هو كثير الدعم المادي، ما واحد يعني واحد من هذه الأسباب. بالنسبة للدعم المادي إلى الآن ما زلنا معتمدين على الحكومة في دعمه، وهذه إشكالية. الحكومة مهما كان، خلنا واقعيين. صحيح. يعني في نسبة معينة ولنا أولويات معينة في قطاعات لازم التنمية. تفعيل دور القطاع الخاص. تفعيل القطاع الخاص. طيب القطاع الخاص أساس أنك تشجعه على الاستثمار، معناته أنه هو لازم يحصل على العائد، العائد اللي هو ما طويل الأمد. يعني هو يهمه العائد طويل الأمد، لكن أيضا يحب العائد اللي هو قصير الأمد، لأن هذه مؤسسات ربحية. رجع للنقطة اللي ذكرتها قبل شوي، نقطة التواصل. بالضبط، أنه نحن نستفيد بنفس اللغة. مثل ما قلت لك، لازم نتعلم لغة بعض عشان نعرف نتعامل مع بعض. جميل. يعني القطاعين لازم يتعلموا مع بعض. هذه نقطة. النقطة الثانية الأنظمة، القوانين. يعني مثلا أنه أنت مثلا لما تريد تعمل أنشطة بحثية، من يسويها في العادة؟ نعم. طلاب وأكاديميين. صح ولا لا؟ طيب أنا لما يكون عندي أكاديمي مثلا عنده التيتشينج لود عالي، أو أنه ما عنده مثل ما تقول خلنا نسبة من عمله. يعني مثلا أنا داوم 8 ساعات، معروف أنه أنا عندي 3 ساعات يوميا أو 4 ساعات يوميا هذه مخصصة للأنشطة البحثية مثلا. هذا أيضا يقلل من قدراتي، أنه أنا بدل ما أكون فعلا النشاط البحثي من الأشياء الروتينية اللي أسويها أنا يوميا، فبالتالي أنا مطالب بالإنتاج والتقييم فيها، تكون أشياء أنا أسويها في وقت فراغي. هذا أيضا تحتاج إلى, 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 إلى نقطة تفعيل. أيضا نفس الشيء تشجيع الطلبة على انه تكون، يعني تكون منظومه معينه، تكون عندنا مثل خلينا نقول قناه واضحه، انه اوكي دكاتره وطلبه بيشتغلوا في هذا المجال، لهم بجت معين، يعني يعتبر بروجكت، لهم فند معين، لهم تفرغ معين، لهم اشياء كثيره. كل هذه تحتاج عمليه حريه اللي هي مثلا عمليه، مثلا احنا من الاشياء اللي تواجهنا كثير عمليه نقل الاموال. مثلا انا عندي كونسلتنت في مشروع معين، خلاص انا هذا الكونسلتنت لازم ما يشتغل مجانا. صح. أيوة. ولا لا؟ عمليه الصرف، الحريه، الاطار القانوني اللي يدرسه. نعم. هاي كلها اتوقع تحتاج الى مراجعه. صح. نوعا ما، مراجعه شامله، اساس ان نبني منظومه كمنظومه. صح. ما نبني حالات او مؤسسات فقط. صحيح. يحتاج الى تكامل، تعاضد ما بين مختلف الجهات المتعلقه. شكرا استاذ محمد بن سيف السعيدي، استاذ مساعد بقسم الهندسه بكليه العلوم التطبيقيه بصحار. استمتعنا جدا بحديثك. الشكر لك وجزاك الله خير، وشاكر لكم، وأتمنى السنة سعيدة إن شاء الله. وأنا تفائلت خيرا حقيقة أنه يكون لقائنا عن البحث العلمي في أول يوم من السنة الجديدة، فمعناته سنة 2018 راح تشهد، يعني إن شاء الله راح تشهد نقلة في هذا المجال بإذن الله، لما هو أحسن لمستقبل البلد بإذن الله. إن شاء الله عام خير وسلام ومحبة وسعادة على عمان الخير والمحبة. مشاهدي، نصل بكم إلى ختام حلقة